كل من يعتقد أن دخان الأرجيلة آمن فهذا خاطئ. أنا بدي أتوجه إلى أولياء الأمور، الآباء، الأمهات، حماية أبنائهم من الوقوع فريسة لهذا الإدمان الشديد. أحد أسباب وأشكال مواجهة انتشار الدخان بدك ترفع السعر. بعض سمعت مكتوب على المنصات التواصل الاجتماعي انه انتم بتضحكوا علينا بدكم تلموا قروش، وسبق وان رفعتم وظلوا الناس يدخنوا. واحترموا عقول الاردنيين، يعني عقول الاردنيين مش مختلفه المفروض عن عقول العالم الصحي.